ومعنا في الاستوديو احمد والخرشي الامين الوطني للعلاقات الخارجيه بحزب التواصل. اهلا وسهلا بكم. انتخاب الرئيس محمد جميل والمنصور رئيسا لهذه المنظمه، ما الذي سيضيفه لحزبكم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا على الاستضافه. لا شك انه هذه مرحله تاريخيه من تعتبر في تاريخ حزب التجمع الوطني لصلاح والتنميه. من حيث انه الحمد لله باعتراف الجميع، خاصه المستوى بعد النجاحات الوطنيه بدات الحمد لله صيته يزداد، خاصه على مستوى الاحزاب السياسيه المرجعيه الاسلاميه في الخارج. ويعتبر هذا تكريس للعمل الدؤوب اللي قامت به هذه النخبه من 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 من, من قيادات الحزب، وتجلت اخيرا بهذا الانتخاب الاخير اللي مكن عن الرئيس يكون هو رئيس هذا الملتقى لزمن مبارك مع تحضيره، وفعلا سيكون قاطر ان شاء الله في اطار العمل الاسلامي، خاصه على مستوى حزب التواصل. نعم، ما هي الاهميه التي يكتسيها هذا الاطار الجديد الذي انتخب رئيسكم لرئاسته؟ كيف تعرف هذا الاطار، كيف قال التقرير، هو اطار فضاء للتنسيق والتشاور وتبادل الرؤى والتجارب بين كافه العاملين في المجال السياسي والمؤمنين باذن الله، وتعزيز الحقوق والحريات. وعلى غير ما 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 الخارقه في مستوى بعض الاحزاب الاخرى الدوليه اللي عندها تربط تجمعات، قطعا سيعطي نقله نوعيه اولا للعاملين في ما يسمى بالاسلام السياسي، للتعريف بالمشروع الوسطي الاعتدالي اللي يعتبر نموذج في قالوا الايمان بالديمقراطيه وترسيخ الديمقراطيه والايمان بالحريات وتبادل الاراء والافكار، خاصه في ما يشهده العالم حالا من عده امور تهدف الى نفي الاخر وعدم الاعتراف به. وسيكون نافذ ايضا، خاصه كما تعلمون هو اطار مسجل في 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 في, في دول اوروبيه في جنيف، خاصه في سويسرا. وسيعطي مجال للتعريف بهذا الفكر الوسطي الاعتدالي اكثر ان شاء الله في المستقبل. هل من الممكن ان يقدم رئيس من موريتانيا وهي بعيده نسبيا عن مركز العالم العربي اداء قويا لمجابهه التحديات التي تواجه احزاب المنطقه؟ نعم طبعا، من خلال الحمد لله نجاح الرئيس في ان يكون رئيسا للمنطقه لاول مره، خاصه كل المداولات كانت تتوقع غير ذلك. نعم. ظهر من خلاله الحمد لله اداء جيد للرئيس واداء العمل الدؤوب الذي امتاز به تاريخ الرجل، خاصه في المجال. واكد عن العاملين في ما يسمى الاسلام السياسي على مستوى الحمد لله بلدنا، عادوا في مرحله متقدمه من النضج، وبالتالي عاد بامكانهم ان يتصدر الواجهه وان ياخذوا مكانهم في هذا الاطار. نعم، هل لدى حزبكم رؤيه لمعالجه الازمات الاقليميه في اطار اهتمامكم بالعلاقات الخارجيه؟ طبعا الحزب عنده رؤيه خاصه في المجال، في كافة المجالات تعتني ببعض الأمور الخاصة بأسوأ اللي منها منطقتنا على مستوى إفريقيا والمنطقة الأوروبية والمنطقة الآسيوية. طبعا في لقاءات الحمد لله متبادلة بين قيادة الحزب وجهات أجنبية في الإطار من أجل شرحها ومن أجل ديارها في الإطار. نعم، ما طبيعة هذه الرؤى برأيك؟ الرؤية هو تتمركز حول الفكرة الأساسية، الإيمان بالإنقلاب الديمقراطية. الإيمان بالديمقراطية كأساس عام يتم العمل من خلاله، والإيمان به راسخ عند الحزب وعند في 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 في, في مستوى في كافة قراراته. ويدعو أيضا للجميع أن يعمل في هذا الإطار وأن يكون هو الأساس الفيصل بين. نعم. كيف ترى السياق العربي في البلدان العربية والإسلامية التي ظهر فيها السياق الذي ظهر في هذا الإطار؟ لا شك أن السياق كيف ترون العالم العربي حالا سياق خاص متميز بين قالوا ظهور العنف، ظهور ما يسمى بالغلو، سواء كان الأطراف كلها، غير يظهر لي يعني هذا ايضا مما يوحي علينا ان 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 نتجند وان نكون عازمين العهد ان شاء الله على نشر هذا الفكر الوسطي الاعتدالي من اجل شرحه اكثر للناس، اللي يظهر لنا انه يبدو ان فيه عدم وضوح الرؤيه عند البعض، وينبغي
ينبغي لنا أن نعمل أكثر في هذا المجال. نعم أحمد والخرشي الأمين الوطني للعلاقات الخارجية بحزب تواصل، شكرا جزيلا لكم.